ايوه يسلموا الانامل يا ابو هاشم. ايوه يا مال الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي. حاشي حاشي الله يرضى عليك. لا مو مشان شي بس نشرب شاي. ماشي تكرم. خلي لي اياك يا ابو هاشم. تكرم يا ابو قاسم. تسلم لي الامل حلوي. على راسي ها. مثل الحورة. الله يسلم عمرك. والله فاس لطيف يعني الشمسات حلوه. اي والله هيك يا ابو احمد. اي والله خلي لي اياك الهي عراس يا عماد. خف لنا ايدك بهالشايات ابو هاشم. اهلين وسهلين بالشباب. اهلا اهلين وسهلين ابو هاشم. اهلين عمي فهد. واحلى شاي على البخار عمي شريف. الله يسلم هديات يا ابو ضي. اهلين وسهلين الله يسلمك ابو غسام. شو رأيك بكاس الشاي على البخار؟ أي والله من أراضيها إن شاء الله. أهلين وسهلين صحتين وهنا. شريف أبو أحمد. إن شاء الله بيعيشوا الديات يا أبو هاشم. سهلين. خلينا إياك. صحتين حبيبي. شو شباب؟ ما بدكم تشربوا شاي؟ لا شكرا عمو، عم نشرب نسكافيه. شو هالحكي؟ يا حبيبي على هالجيم. شو هاد؟ إنه بس بدي أفهم حدا بيترك شاي على البخار وبيشرب نسكافيه؟ إيه أبو فهد، شو بدنا ناكل اليوم؟ والله أنا فكري نقضيها من قريبه. لا لا اخي شو من قريبه لا سيدي من بعيده. شو رايك ابو احمد؟ لكان عمي لكان لكان الله محيي الدسم بدنا دسم. ايه فعلا سيران بلا دسم ولحمه مثل قلته. شو اسمه سيران لكان؟ ايه بس الساعه قطعت الوحده ما عدا نلحق نساوي شيء. منلحق حبيبي منلحق بس انتوا اعتمدوا شو بدكم تاكلوا واتركوا الباقي علي انا. يا سيدي وعلى فراغ بدنا نساوي صفيحه. ايه منلحق يا ترى؟ ما بلحق لانه انا جعت ما بقى احسن استنى اكثر من هيك. طالما ابني قاسم موجود منلحق نعمل كل شيء مو هيك يا قسام؟ انا جاهز يا ابي. انتوا ما بتعرفوا لابني قسام لقاسم يعني لولاب زنبرك زبديه صيني بحياته ما خستك معي. بزماني اجاني ضيوف من الجبل هيك طبوا علي مثل قضى المستعجل وانتوا بتعرفوني صاحب واجب وشي سمح وكانت الساعة وقتها على ما أذكر بحيطان التنتين وكان اليوم بقى سيدي يوم جمعة يعني معلومكم نص البلد مسكرة. قلت له لقاسم دبرنا دخيلك يا قاسم غير هالكلمتين ما قلت له وفعلا ما خيبني يعني خلال نص ساعة وقبل ما يخلصوا الجماعة شرب قهوة كان قاسم فارد لي صفرة من الحيط للحيط يعني بيض لي وشي الله يبيض أصله. احكي لهم على اليوم حلاية يا بي. ايه صحيح يا بي ذكرتني بيوم المحلاية. شو قصتها هاي يوم المحلاية أبو قاسم؟ رح أقلكم يا جماعة هذا يا سيدي من 20 يوم كان في استقبال عند أم فتحي عرموشة وراحوا لك النسوان ودقوا بابا نقروا يعني ما لقوا حدا مو تاري لك أم فتحي عرموشة هربانة من الاستقبال وعاملة حالة مريضة عند أختها بجوبر. ايه وشو صار بالاستقبال بعدين؟ مرتي أم قاسم ضربت إيدها على صدرها قالت لهم شرفوا لعندي وفعلا هالنسوين ما كذبوا خبر كفتوا كلياتهم كفتوا لعنا على البيت يعني وام قاسم مو مجهزه حالها ولسان النسوين ما بيرحم وبلساناتهم مبلطه ارض جهنم يعني اذا مرتي ما قامت بواجبهم منيح ابينك تكرارها بقى شو بدها تعمل المسكينه حاصيت لاصيت بارض هالديار ما عرفت شو بدها تعمل ولما شافها قسام الله يرضى عليه بهالحاله ركض وقال له ولا يهمك يا مو انا بتكفل بكل شيء وفعلا ما كذب خبر اخذ هونداي وبريم على الميدان وصى على محلايه وجاب الفواكه والمحلي والضيافات والاحباشات وقال له لامه استلمي يا مو مالكم علي يمين النسوين شهقت شهق لما شافت الضيافات اي والله قالوا لحالهم منيح اللي ما لقينا ام فتحي عرموشه بالبيت لانه لو شقت حالها ام فتحي عرموشه ما كانت قدرت تعمل اللي عملته ام قاسم. يا سيدي الله يسلم لك يا بس بصراحه جعنا من هالحديث. معلش معلش كل ما جعتوا بتاكلوا اكثر بتنفتح شهيتكم وبتزداد قابليتكم اصبح خلاص بعته خليه يجيب الصفيحه بتطول عمو تنتين ونص بيكون هون مع الصفيحه وسط اللبن قسام قوم يا بي قوم خذ المسكليته وتيسر. حاضر يا بي. وينك عمو قاسم؟ تعال اقول لك قبل ما تروح تعا شوف عمو هلا بس تروح تقطع اللحمه بتوقف على ايديه اللحامه لا تخليه يخبص حط اشكال الوان بدنا اياها لحمه نظيفه ابره لا توصي حريص لا توصي هو بيعرف شغله منيح
لك خلي ابني فهد يروح معه بيتسلوا بهالمشوار. لا لا بلا ما يلبكوا، خليك قاعد عمو فهد، لا تجي قسام تيسر انت حبيبي. حاضر. هاتوا عدة هالسلطة لنشتغل فيها من هون ليرجع، خلينا نكسب الوقت. هلا عين الله عليه بيكون نط على البسكليت مثل النمر وطار فيها. غسلت الخسات؟ ايه بدهم غسيل. لك شو بدهم غسيل؟ بس شيخ زرعين قديش داجني هالخسة. اشوف هالخيارة انت هي أدجان. ايه والله. ما شاء الله وكان. شي طيب والله، خذ دوق الخيارة. طيب والله يسلموا. الله يسلمك. دوق لك كم ضلع خسة. هات نشوف. شلون بتحبوا سلطة، ناعمة ولا خشنة؟ لا خشنة حبيبي. فهد بكفوا دول الخيارات؟ لا انت التالي شو كفو؟ اخي اعمل حسابك كل خياراي بلا دورايتين. قديش صارت الساعة هلا؟ 1:30. عظيم جدا، هلا بيكون قاسم عند ابو العز واكيد ما راح تعجبه لحمة ابو العز. ابو العز معي شواربك، بدي لحمة صفيحة تكون على كيفك. تكرم عينك. تفضل. لا مو ظريفة. هدول الظراف مبينين؟ هدول مبينين ولا؟ بس هاي؟ بس. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا بيكون راح لعند أبو عبدو. أبو عبدو لحمته أنظف وأحسن. أكيد أبو عبدو هلا عم يقطع له اللحمة. السلام عليكم. كيفك عم يا أبو عبدو؟ أهلين سيد جارسي. شلون اللحمات اليوم؟ على كيفك. ايه حط لي من هدول من البطاطا كيلو ونص للصفيحة. تكرم عينك. ان شاء الله جايبين سماء معكم. ما حدا جايب سماء يا شباب. يا حبيبي عليكم. لك حدا بيجي على السيران بدون سماء؟ شلون بدنا نساوي السلطة؟ دبرها بلا سماء. هلا ما عادت تنبرع معه سلطة لصاحبك بدون سماء. يا ريت إلا لقاسم يجيب معه سماء. باعتبار ابنك قسام الله يسلمه فلهوي وحربوق وقد حاله، يا ترى بيجيب باله يجيب سماء لحاله؟ عم تتمسخر ابو هاشم؟ هلا بتشوفوا بعينكم شلون بيوصل على الوقت. يا بي انا جعت. صبور ابني صبور، كلياتنا جعنا. ابو قاسم شفنا على هالرادار، وين بيكون صار ابنك قاسم هلا؟ يا سيدي هلا بيكون اشترى سطل اللبن ورجع على الفرن حتى يشق عصفيحات. شو صار معنا معلم؟ تكرم عينك، عشان دقيقة تاكل هو. بدي اياهم على الوقت تماما. في بعد متأخر عليك، يلا يا اخي عجلي بالصفيحة شوي. شكرا. سواديات تفضل شباب. ان شاء الله. عفونا ايكم الله يخليكم. هلا بيكون ابني قسام عم يضيف الفران والشغيله عنيم وتفاح لحتى يشغله شوي بالشغل. على طول ابني قسام عامل حسابه لكل شيء وحاطط بصندوق المسكليته اشكال الوان. لك انا اخي لك طعم التم بتستحي العين. هلا بيكون فات بطريق مختصر بين الحارات لانه الطريق العام عجقه كثير. ابني قاسم بيعرف يستفيد من كل دقيقه من وقته. هلا بيكون عم يزمط بين السيارات مثل الحردون. ابني قاسم كثير شاطر بسواقه المسكليتي. من هو صغير كان ينط على المسكليت مثل العفريت. على فكره يا ابو احمد بحياته ما ساق مسكليتي بثلاث دواليب. بتعلم على الدولابين دغري. يا ليلي يا ليلي كروعة
طلعت نسكافيه انفتحت قابليتها تاخر الغدا ما هيك يا سيدي. هلا الساعه معي 2:30 على التكه. يا قاسم. نعم يا بي. ها شفتوا شلون وصل؟ ان شاء الله ما كنت اخرت عليكم. الله يعطيك العافيه يا ابني، فعلا بتبيض الوش. خذ ابو احمد سلمني لله. بسم الله. شايف الريحه ما احلاها. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام على هالصفيحات، شو منتظمين. شلون بدنا نشرق اللبن؟ ان شاء الله مالك جايب معالي. ولا يهمك، اكيد هلا قاسم بيكون جايب معه معالي بلاستيك. ولو مو عيب عمو، وهي المعالي. شو هاد؟ شو هاد؟ هلا صار لازم ندق على الخشب. إيه الله يسلمك يا رجال النبي. الله يخليك. وهي شوية سماق للي بيحب يرش. هيك لقلك. شو هاد؟ هي الخريطة بتحفظها بصم، فهمت؟ من هون ليوم الجمعة بدك تكون حافظها مثل اسمك، فهمت شو عم أقول لك؟ بس يعني خريطة شو هاي؟ يوم الجمعة الجاي رح أبعتك من السيارة لتقطع لنا لحمة، بدي إياك تروح وترجع أسرع من قاسم. ها؟ يعني لازم تحطه بجيبتك صغيرة لقاسم، فهمت؟ اتبخشت أدنينا بسيرة قاسم، وكأنه الله ما خلق غيره. ما بدنا نورجي لهالمنفاخ ابو قاسم انك احسن من ابنه وانك فلهوي وحربوه اكثر منه، فهمت؟ خلاص الجمعه الجايه رح امسح لك يا مسح لقاسم. واذا فيك تروح تتدرب على الطريق المرسوم بالخريطه روح اتدرب. ها خليك تاخذ هواء منيح. خلاص يا ابي هالجمعه ما رح اشتغل شيء، رح اقضيها تدريب واستعداد نفسي وبدني. كثير عال هيك، هيك بدي اياك. لنشوف يا ابو قاسم، ابني ولا ابنك؟ هلا بيكون ابني فهد عم يفاصل اللحام. على فكرة ابني فهد كتير شاطر بالمفاصلة. هداك النهار دق على بابنا الشاب حامل مسجلة كبيرة للبيع. قديش طلب فيها يا حزركم؟ قديش؟ يا سيدي طلب فيها 12,000. ايه وبقديش اخدتوها؟ ضل فهد ياخده ويجيبه، ياخده ويجيبه ويشده ويعصره لحتى نشف له دمه للزلمه. وباع لياها ب5,000. إيه لو كان ابني قاسم موجود كان اشتراها ب4. إيه حاجتك بقى ابو قاسم، شو ما حدا بيفهم بهالدنيا غير ابنك قاسم يعني؟ شو خلطوا الخراط ولا بمات؟ هلا شو بدنا ويا هالحكي ابو فهد؟ شف لي وين صار فهد هلا؟ هلا بيكون عم يساعد الفران برق العجين لحتى يخلصوا بسرعه. يخز العين عنه شو شاطر بالرق. عم قلكن ايديه مثل النسيم. مثل المراوح. هلا بيكون فهد فات من باب البستان. صف البسكليت جنب الحوره وحمل هالغراض وسطل اللبن وركض لهون. هلا بيكون صار على بعد 10 متار مني. يا فهد. نعم يا بي. ولك وين الغراب؟ لسا ما رحت. وليش ما رحت؟ ما كان ينفتح معي قفل البسكليتة. جوري بالقلي على الباذنجان ووطي تحته الببور. انا ما باكل شو من كان، بحبه زهر مثل جناح الدبور. ايه وانت الثانيه لا تكبري خلطه البندوره، بحب السلطه ناعمه مثل عين العصفوره. ولك شو هالثوم السلموني، من كتر مو حد حرقوني عيوني. المهم هلا اتركينا من الثوم واحكي لنا قصتك بعد وفاه المرحوم. صحيح، لأنه كلهم بيقولوا عنك قوية وذكية وعجيبة الشخصية، وقال إنك أخت رجال ولو لحشوكي بين 10 زلم بالبرية. بقى حكينا بالتفصيل يا مليحة، وعملي جهدك ها تذكري القبيحة قبل المنيحة. على عيني. هذا يا مجبورين الخاطر، وإن شاء الله خاطركم بضل مجبور. أنا كنت متجوزة من رجال بهالدنيا كلها ماله مثال،
طيب وكريم وبيحبني، وإذا كنت قاعدة بعيدة عنه يا بيندحش فيني يا بيقربني. الله يرحمه كان بده رضاي لأرضه، وكان يدعي لي وهو عم بيصلي وهو عم بيتوضا، وما كان ينادي لي إلا يا عروس الدار، وما كنت نادي له إلا يا جسر الدار. وخطرة من الخطرات كنت قاعدة أنا وجوزي عم ننهب اللذات ومادين فرشة بأرض ديار، هو عم بيقول لي يا نغشة يا ست الدار، ومحسوبتكن عم بتطعميه موالح، وهو عم بيقشر لي خيار، وعم بيهمس لي ويقول لي ميلي علي يا حلوة، وأنا أقول له قاعدين بأرض ديار مو حلوة. وإذ بندق باب البيت على غفلة، فبيفتح جوزي الباب بيلاقي بوشه رفيقه صبحي أبو نخلة. يي وما لقى يجي إلا بهالوقت؟ إيه والله أنا عنك انقرقت. هاد اللي صار، وهالأبو نخلة هاد رفيق جوزي من الروح للروح، ولا بعيف ولا بحلال ولا بحرام ولا بطلوع الروح. وإن شاء الله آدمي. آدمي كتير ومساير، يعني إن قعد بين العور بيعور عينه، بين المكرسحين بيكسر إجره، بين الصلعان بيحلق أقرع، بين الكلاب بيعوي مثلهم، بين الخصيان. لحد هون وبس، شو كرت معك المسبحة؟ أريد تقردك يا مليحة. الملخص كتير مجامل ومساير. شو بيشتغل هذا أبو نخلة؟ تاجر أمر الدين، بس كتير بخاف الله وصاحب دين. إيه المهم وبعدين؟ مالكم بالطويل، فتت أنا على مخدعي وبلش أبو نخلة بالقر والبر واللعي. لكون زعجتك يا صلاح لإني إجيتك على غفلة. ولا يهمك يا أبو نخلة، جايتك غالية والبيت بيتك والمطرح مطرحك. الله يعزك يا صلاح، بالحقيقة أنت ناس ملاح، وأنا ما بعتبرك إلا مثل أخي الصغير وأعز. يا سيدي هذا من طيب أصلك. هلأ طمني يا أبو نخلة، شلون شغلك؟ آخ يا صلاح آخ، من الله العون، كل ما قلنا موسى بيطلع لنا فرعون، كل ما قلنا أقبلت ما في شك مننزل على رأسنا شك. لهالدرجة؟ وأكتر يا صاحبي وأكتر، وصاير فيني مثل عصاية العميان، من جورة لجورة ومن بعرة لبعرة. السوق دائر وموسم السنة من المشمش مضروب، والشي اللي صاير أبدا ما كان محسوب. خير شو اللي صار يا أبو نخلة؟ يا سيدي اجت الدودة بهالصيف وتعربشت على المشمش عربشة، والعين الحسودة يا حيف ما خلت ببستاني ولا مشمشي. يعني ما رح ناكل أمر الدين السنة يا أبو نخلة؟ يا سيدي لا أمر الدين ولا نقوع، المشمش السنة منزوع. بسيطة يا أبو نخلة بسيطة، أنت اتكل على ربك وهو ولي التدبير. إيه والله، ويلي بيريده بعد اسمه بيصير. انت طمني شو اوضاعك، شلون اخبارك، طمني. انا الحمد لله اوضاعي فوق الريح، يعني عايش سعيد ومبسوط ومستريح. اخ 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 اخ، طمنتني، ولو قلت عكس هالشي فلجتني. ومعلومك انت غالي، وابوك الله يرحمه كان من الغوالي. الله يحفظك. يعني بفهم من كلامك انه معك فلوس؟ يا سيدي معي فلوس وساترة ربك، يعني بطلب من رب العالمين صاع بيعطيني صاعين، والمعون معونين، والمد مدين، والاردب اردبين. كتير حلو، الله يرضى عليك شو مرضي. يعني على هوا ما عم بسمع طلبي مقضي. ولو يا أبو نخلة، أنت بتأمر أمر، قلي شو طلبك. الحقيقة أنا جاي طالب أرضة، وأرضة الله حسنة. أعوذ بالله، أنت يا أبو نخلة مفضل، ويا مفصل يا رئيس، أنت بتفصل ونحن منقيس. اطلب يلي بتتمناه ولا تنحرج، ومهما كان طلبك كبير ما راح انفلج. انت الوالد موصيني فيك يا ابو نخلة، ومهما اشتطيت علي ما راح انزعج. البركة فيك يا ابني، ويرحم ابوك، ويجعل الجنة مسواه، ويجعل بين الصالحين مأواه. امين. مور عمي ابو نخلة، بصراحة خايف يصيبك من طلبي زعر. لا تخاف يا ابو نخلة لا تخاف، انا عندي مصاري مثل البعر. قديش بدك؟ الله ويدك. يعني قديش بالتقريب؟ يعني بدي منك كاش 5000 ذهبي، وبس وقف على رجلي راح يرجعوا لك على دوز باره. بقى شو رايك؟ انا مع الطيبين مالي راي، وراح ادفع لك ياهن شندي بعد ما نشرب شاي. يا عروس الدار، سوينا كاستين شاي باليانسون وصحن بليله وكتري عليه الكمون.
أمنت فيك يا ربي شو كبير، أمنت فيك يا ولي التدبير. ليش عم تبكي يا عمي أبو نخلة؟ عم ببكي لأنه ظني فيك ما خاب، وبصراحة ما كنت حاسب هيك حساب. أنو حساب؟ يعني كل الناس بتتذكرني لما كنت ميسور، وما حدا بيتطلع فيني لما بصير معسور. سيبك من الناس يا عمي سيبك، الشغلة معروفة، التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى. أنت بتقول هيك لأنك مرضي والديك، وياريت كل الناس مثلك، بس قسماً بالله يا صلاح، من قلة الأصحاب صرت لاطف الكلاب، وما حدا رمالي عظمي، وصرت لما فوت على شي مجلس أقعد بالعتبة، بالعتبة أقعد كأني فحمة وسخة أو حطبة. محشوم يا أبو نخلة، ليش هيك عم تساوي بحالك؟ معلوم يا صلاح، لأن المفلس ما بيقعد بصدر المجلس. يا سيدي على كل حال أنت هلأ رح ترجع مثل أول، وبعون الله كل شي مع الزمان بيتعدل. من تمك لباب السماء يا حنان يا منان، بتشكرك لأنك بعدت لي هالإنسان. طيب أنا هلأ بصراحة أنا عندي طلب تاني بدي أطلبه، بس خايف تقول أبو نخلة شاف البزدر قام نطلع يحلبه. لا لا ولا يهمك يا أبو نخلة، طلب. بدي منك يا ريت يعني تعمل لي 15,000 ذهبة كاش، وإذا حاسس أني عم بشلف شلف فبلاش. ولا يهمك يا أبو نخلة على عيني، رح أساوي لك ياهن 15,000. ليش عم تبكي يا أبو نخلة؟ من فرحي فيك يا صلاح، من فرحي فيك، وبصراحة محتار كيف بدي بكرة أوفيك. بسيطة يا أبو نخلة بسيطة، والحقيقة كل شيخ له طريقة. كيف يعني؟ نورني. أنا ما بدي إياك توفيني الذهب والمصاري، وما لي حاطت هالشي أبداً باعتباري. ما فهمت عليك، فهمني يا سيدي. خلي هالمصاري عندك أمانة، وكل يلي بطلبه منك إنك تعطيه لمرتي إذا أنا متت وصرت بالجبانة. بعيد الشر عنك يا رب، تسلم لقلب عمك، لساتك شاب. يا أبو نخلة ما حدا حاطط على راسه خيمة، والمصاري عندي وأنا عايش ما لقيمة، بس أنا إذا ارتحمت فهالمصاري بتستر هالحريمة. هيك بدك؟ يعني أنا خرج هالحملة؟ ولو يا أبو نخلة، أنت قد وقدود، وإذا صدف وحبيت ترد لي هالمصاري بعد ما يتحسن وضعك فأنت حر، أنا ما رح أمنعك. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ بجوز يكون يومي قبل يومك. ولا تأخذني انا شيخ ضعيف وكهل، بس انت ما شاء الله وكان عليك مثل مثل البغل. لا قصدي اقول انت اقوى من المهرة والعجل. يعني باولك، والمنطق بيقول اجلي قبل اجلك. هذا مو بعلمي ولا بعلمك يا ابو نخلة، كله بعلم رب العالمين. عن إذنك لحظة، أنا قايم جيب لك الفلوس، لأنه أحلى حديث بالعالم يا أبو نخلة حديث العملة. أنت قلتها. على يا ربي سبحانك. هذا اللي صار يا جماعة. يعني انتي ما عرفتي شو دار بيناتهم؟ ما كنتي عم تتنصتي على الباب؟ ابدا. عجيبه، ما في مره ما بتحط اذنها على الباب بتلزقها الا انا. المهم، وبعدين شو صار يا عروس الدار؟ بعد زياره ابو نخله بسنه زارنا هذا من لذات مفرق الجماعات. اللهم احفظنا يا رب. امين. حوالينا ولا علينا. عاش صلاح اللي عاشه، وبعدين تلقح بنومة أبدية على فراشه. الله يرحم ترابه ويزيد ثوابه ويسهل حسابه ويخفف عذابه. آمين يا رب. طبعاً أنا عقلي طار وما صدقت اللي صار، بس الموت ما بيعرف لا كبار ولا صغار، والموت علينا محتوم وما حدا منه معصوم. وإن شاء الله كان مخلف لك مصاري. منين يا شحاري؟ المسكين قبل ما يتوفى أفلس إفلاس بخوف، وما صفي عنا ببيت المونة لا مكدوسة ولا شنجليشة ولا زيتونة. وصلاح ما حب حدا يدرى بإفلاسه، لا من قرايبينه ولا من رفقاته ولا من ناسه. وعلى قولة الله بعت الله منح، الله عطى الله أخد، هيك من طبعه. إذا كان تمه ملان دم ما بيبزق قدام الزلم.
الله يرحمه شو كان قلبه كبير وإيمانه بربه كبير. الحاصله هلأ يعني أنت صفيتي على الحصير؟ إيه نعم، وكان يبقى عندي صانعة من عمري، كانت رفيقتي وصديقتي وبيت سري، وكنا نقعد أنا وياها بهالبيت على قولة لعل وعسى ويا ريت. إيه هيك ها؟ هلأ بلشت قصتك تحلو وبالظاهر رح يتغير معك الجو. فعلاً رح يتغير ويتبدل، وأكيد حالك من بعدها تحول وتعدل. أنتوا اسمعوا القصة ولا تسبقوني، وخلوني عم سلسل هالمناظر قدام عيوني. طيب سؤال. تفضلي. هذا اللي اسمه أبو نخلة بيعرفه؟ يعني شايفك قبل هالمرة ببيت جوزك المرحوم؟ كان يسمع عني، بس بعمري ما قعدت قدام منه ولا قعد قدام مني. مهم كملي قصتك وخليكي ماشية بالصدق. والله كأنه عم بحضر فيلم لأمينة رزق. وبأحد الأيام وأنا طالعة من الحمام وكلي نظافة وقطافة وروايح حفافة، اندق الباب دقة لطيفة على الكيف وهرعت مرجاني لحتى ترحب بالضيف. ايه جاي شو هالدقة المعشوقة مثل يلي بصرته محروقة. السلام عليكم يا مرجاني. اهلا وسهلا بهالطلة. اهلين عمي ابو نخلة. ليش لون وشك مصفر ومخطوف مثل يلي معه ريقان وقالب لون وشك مثل قشر البردقان؟ يو وشو عرفك بشغلات النسوان كمان؟ أنا حاطة على وشي زعفران هيك الموضة. وين معلمتك؟ جوا بالأوضة. بلغيها إني إجيت بنفسي وجايب معي المصاري كمان. إيه على راسي، تفضل استريح. إيه شو عليه؟ يا معين يا معين يا معين يا معين. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، تفضل يا معين. ستي مليحة. أهلا وسهلا أبو نخلة. أهلين وسهلين وميت ما دحي على ظهره يا مرجاني حتى لا حدا يدحني لا حدا يدحني لا حدا يدحني. أنا دائما كنت أدعي لربي يشردقني بريقي حتى أعرف عدوي من صديقي. وشلون لقيتنا معك عمي أبو نخلة؟ دحيتوني على ظهري وما خليتوني اختنق وما قلتوا شو دخلنا فيه ينفلق. تشرب مي أبو نخلة ولا جيب لك دواء سعلة؟ ما بدي شيء ما بدي شيء. انتي وقفي قدامي ولا تحكي شيء. ساوينا زهورات يا مرجاني. على عين. اهلين ابو نخلة. ولك يسلم لي هالوش يا حلوة ويعطيك العافية وتطلعي على بلاطة قبري وترقصي حافي. لك شو هالحكي هاد؟ شو عم تحكي انت؟ مو بايدي بس جمالك مثير وبثانية واحدة خلى عقلي من راسي يطير. شو هالحركات هي؟ شو مفكر حالك صبي؟ يا مليحة قلبت بين ايديك يا صبي والحق بايدي انا مالي نبي بقى شو بدي اعمل بحالي؟ جمالك دبحني مع انه ابو زيد خالي. زين الفاظك يا ابو نخلة، شو صار لك على غفلة؟ ما بعرف، الله يجيرنا من ساعة الغفلة. جمالك خلى عقلي اصغر من عقل النملة. لك شو قصتك انت؟ قوم منظرك بشع وانت على ركبك راكع، قوم استغفر ربك وصلي لك ركعتين بالجامع. على بنا انت صاحب تقى وورع. ما بعرف ما بعرف ليش لما شفتك قلبي من جرنه انخلع. لك شو هادية؟ شو انت ما عندك حياة؟ قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بهكذا؟ أبو نخلتي قد كان شمر للأرامل ثوبه فصددته بغلاظة وبجفوة وسلبت منه عقله وفؤاده ودعسته وفركته كالقملة. ردي عليه حبوره وسروره وانسي قليلا فورتي ورزالتي. سكوت بلا سماجة وفورا غير لي هالديباجة. ما بقدر، قلبي عم يدق بصدري مثل الجاجة. هي اسمها وطاوة، ما كنت متوقع هالشي يبدر منك. بالعكس كلامي أطيب من الهريسة والحلاوة. اتفضل اطلع من البيت يلا. هيك عم بتقولي؟ ايه نعم. بسيطة؟ شوفي يا مليحة رح قلك كلمة صريحة، يا بتوعديني بالوصال والمسرة وبتاخدي دهباتك
يا أما رح أمشي من هون وما رح تلوعي قرش واحد بحياتك. إن شاء الله عمرك ما عطيت، ويكون بعلمك مو كل طير بيتاكل لحمه. بس بهالطريقة رح تموتي من جوعك ورح تعضي من الندم كوعك. عم بقلك روح من هون بلا جقارة، أحسن ما طربق عليك سكان الحارة. ولك يا مليحة، أنا اسمي أبو نخلة، والنخلة عمرها ما وطت جبهتها، ويلي بده ياكل بلح ويلعب بالعملة بده يتعربش وتندم رجلي ليدوق حلاوتها. ولك تضرب كل المصاري إذا بده يكون شرف الثمن. لا، وأنا كنت مفكرتك من أنصاري. بيني وبينك الزمن. اروح نقلع من هون، اخس عليك من بين الضيوف. ليش راح؟ هيك راح تروح عينه. إنك تكرارش وقليل أصل، ليش هاش هلوشة مثل البغل؟ معقولة يساوي فيكي هيك فصل؟ يا صفية، الناس دايماً مع الواقف وما بينكشفوا إلا بهيك مواقف. شافني مسكينة ووحيدة ومالي معين، قال هي أحلى صيدة وصيد تمين. المهم شوقتينا، بترجاكي تكملي ولا تقطعينا. اسمع، يكون لزق فيكي أبو نخلة مثل التمرتينة. جايدكم بالحكي. لك إيه عجلي؟ خلصينا ولا تتمكمكي. الملخص يا حبيباتي، كبرت براسي المسألة، قلت شو ذنبي يا ربي إذا كنت أرملة؟ فرحت لعند المختار لحتى أشكيله وإشرح له قصتي وأحكيله. وهالمختار اسمه أبو عصام، وعامل لحاله صولة وجولة واحترام. وهذا اللي صار ما بزل عليكم بحرف. لك شو أنتي لبن ظرف؟ مين ما كان بيغرف منه غرف؟ يو الأريضة تقرض رجاله وساعته. لك أنا بس بدي أفهم شو قصتهم. بس يشوفوا بنت حلوة بيرخوا حنكهم وبيدندلوا لساناتهم وبيصيروا مثل الجدبان. فعلاً يا بديعة، بتشوفي الواحد بيعجبك بالعز والقيمة والمركز، وبس يشوف واحدة حلوة بينسطح قدام رجليها وبده عكازة ليتعكز. ما بيعجبوني؟ ما بيعجبوني بنوب. أنا رجال ما نزلولي على معدة، مبربكين، كذابين، ملوفكين. يعني لو شافوا القردة بيقولوا له صباح الخير يا وردة. العين السفاءة تصفقون على هالطبع، ما بيوفروا شي وبدهم النسوان حواليهم مثل النبع. المهم يا مليحة، شو صار معك بعدين؟ اللي صار يا صفية إنه انسدت بوشي الدروب، وصرت كش وأضعف ودوب، وصار وشي مثل النعيانة ومرجاني من شاني زعلانة. لك إيه وآخرتها؟ وصليني أنتي بس لآخرتها، لأنه فار دمي ولعب سمي. شو قالت لي مرجاني؟ قالت لي ليش ما بتروحي لعند المتصرف؟ هذا اسمه كبير وبيخوف. وفعلاً ما كذبت خبر، نسفت ملايتي ورحت لعند المتصرف لأحكي له حكايتي. فعلاً قصتك عجيبة يا قرة العين، وما بيختلفوا فيها اثنين. يعني رح تجيب أبو نخلة وتدكه بالحبس؟ مو بس بدي دكه بالحبس، بدي ادهن ادنيه بالدبس، لانه هذا ما اسمه بشر، هذا اسمه نمس. الله يطمن بالك ويعزك، وبترجاك تتصرف وما بدك مين يوزك. طبعا رح اتصرف، ما انا اسمي المتصرف واسمي لحاله بخوف. انا المسؤول عن امن البشر، ويلي بيعمل فصول بدي خوزقه بالخازو مو بالجزر. ريحتني يا حضرة المتصرف، الله يريح بالك. بس يا ريت تقلي شو رح تعمل، يعني رح ترجع لي الذهب؟ طبعا رح رجع لك يا، ليش بصلتك محروقة؟ بس انتي بالأول رجعي لي غراضي المسروقة. أنا رجع لك غراضك المسروقة؟ ليش أنا شو سرقت؟ سرقتي قلبي وعقلي ونظري، ونسيتي إني المتصرف. من أول ما شفتك يا عمري صارت حالتي بالويل وبتقرف. بس يا جناب المتصرف، أنت لا تحكي شي، أنت ما عليك حق بشي، بس الشيطان عم يوسوس لي. وكل المسألة إنك هرستي قلبي هرس ودعستي مثل المدحنة. يا جناب المتصرف، أنا بدي. اسمعي يا مليحة، أنا الذهب من كل الجوانب عم ينزت علي زت، والمصاري عندي لا بتاكل النيران ولا بيلحق العت. بأشمليني بعطفك وأنا شاكر لطفك. لك شو عطفي ولطفي؟ شو عم تحكي أنت؟ لا تأخذيني، الشيطان عم يوسوس لي. لك شو قصتكن أنتو؟ شو ما عندكن نسوان؟ بلا، في عنا نسوان، بس نسواننا قدامك يا ذات الحياء والخفر. مثل شيوخ الغفر، مثل عجايز النور، يلي نابق كرشة، يلي مشقشق كعبة، أو يلي الكبر عبر.
هلا شو دخلني انا بهالوصف المقرف يا حضرة المتصرف؟ كل شي رهن بنانك اذا منحتيني حنانك، وبصراحة قضيتك ما فيها شهود، بس بتغاضى عن هالفقرة اذا صار بيناتنا غرام ووعود. ولك الهي تنتعكن القرود ويعلقوكم بالمرج على اعلى عمود، ولك يخرب بيتكم شو بكن هايشين علي مثل النحل؟ لا والواحد فيكم كرشه قد الطبل وقده قد البغل وعم بيقلب بين ايدي طفل. حافظي على ملافظك وبلا لعي. يا سيدي ما عادت فارقه معي، واللي بده يصير يصير، العمى على هالقصه، اجسام رجال وعقول عصافير، احجام جبال وتصرف صراصير. بسيطه، بكره بتشوفي شو راح يصير. قسما بالله وجعني قلبي عليك يا مليحة، يعني ضروري تكوني بشعة مثل الضبعة حتى ما يطمعوا فيكي هالطمعة. فظاعة، ايشو هالأمم هي؟ شوفوا يا جماعة، والله لو تنطبق السماء على الأرض ما بغير رأيي أنا برجال، ما بطيقهم بتاتا وقطعيا وما في شك، ومن سيرتهم بيهرشني جسمي وبينتابني الحق. هو لقلك أنا ما بطيق رجال، فهمتوا؟ ومنفصولهم تجيني كريزة وبتنتابني النوبة وبتضايق من ذكرهم بلساني يا ربي التوبة. هلأ خلينا بالموضوع يا بديعة، قصة مليحة فظيعة. ماشي، احكي لي يا مليحة، تقبريني احكي لي وكملي لي، رح موت على ما أوصل للقفلة وبدي شوف شو صار مع الخسيس أبو نخلة. كملي مليحة كملي. حاضر، وعلى هوا ما سمعته، كل أمل خطر ببالي قطعته، وقعدت فكر أنا ومرجاني إن شلون بدي استرجع هالذهب من أبو نخلة، وداب مخي من التفكير، وبعدين الله هداني للحيلة والتدبير، وفعلا راحت مرجاني لحتى تبلغ الناس على هالأساس وهي عم تضرب أخماس بأسداس. طيب أنتي شو فكرتي حتى؟ هلا اتركي يا مسترسلة، لا تقطعي للسلسلة، ليش كل هالقد مستعجلة؟ إيه مليحة كملي، ولي على بختك شو مسخم، كملي تشكلي قاسي خلينا نفهم. حاضر، ومضى الليل يا جماعة وأنا مهمومة ملتاعة، وأول ما فقت من النوم اطلعت بالساعة وتعطرت وتغندرت وانتظرت حضور الجماعة، وكان المتصرف أول الواصلين حسب الموعد والاتفاق، ونحن قاعدين دق جنابه باب لزق. إن شاء الله ألف مبروك يا أخي أبو صالح. إن شاء الله ألف مبروك يا عمرك. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو صالح. شكرا. إن شاء الله مبروك يا صالح أفندي. خليك. إن شاء الله ألف مبروك. تفضل. يلا يلا يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا عمي ابو صالح. الله يبارك بعمركم، وان شاء الله عبال عند اولادك يا ابو معروف. الله يخليك يا رب. مبروك الشهاده الكبيره يا صالح. إيه هيك ها، هلا رفعت راسنا قدام اهل الضيعه. شكرا شكرا، الله يبارك بعمركم يا رب. وشو ناوي هلا يا ابو صالح؟ ناوي تبعته على الشام يتوظف ولا تخليهم بالضيعه؟ يا سيدي بلا ما تضيع مواهبه بالارض والفلاحه، خليه يروح يتوظف بالشام أحسن له. الوظيفة بالشام عز وجاه وقيمة ومركز. فعلاً يا جماعة، هاي ابن شكيب العمشاني كان يمشي بالضيعة حافي، وهلأ ما شاء الله حوله مسلمينه سيارتين وما معه غير سرتفيكا. على كل نحنا ما سمعنا رأي صالح أفندي، شو رأيك صالح أفندي؟ نعم. يلا يا رسلان ورجيني شطارتك بحروف الجر. حاضر شيخي. ها ها، قبل ما نبدأ بتعرف العلامة يلي رتب حروف الجر بشكل شعري جميل وعلى بحر الرجاز؟ لا شيخي ما بعرف. عظيم جدا، رالي اسمه مكتوب هون على الكتاب. الشيخ العلامة جمال الدين محمد بن مالك. كمل. غفر الله ما تقدم وما تأخر من ذنبه. لك مو من ذنبه، هي من ذنبه. حاضر شيخي. هات له شوف. درسنا اليوم عن حروف الجر، مثل ما بقول بتقول: با من إلى، قول با من إلى. با لا تفقش أنت، أنا بفقش. با من إلى، با من إلى. علّم على، علّم على. لك شو علّم؟ شو علّم؟ علّم على، علّم على. في رب حتى واو وتا، في رب حتى
تا واو وتا. مذ منذ حاشا كاف عدا. بز بزو حاشا كاف عدا. بز بزو؟ من ايش بتعي؟ في حرف جر اسمه بز بزو؟ شو بدي اقول لك انا؟ مذ منذ. مز منذ. ولك حافظ على الثويات؟ مذ منذ حاشا كاف عدا. مذ منذ حاشا كاف عدا. لولا لعل كي خلا. لولا لعل كل خلا. لك مو كل خلا هي، مو كل خلا، كي خلا. انت على كل حال لازم تكتب حروف الجر 50 مرة حتى تحفظهن عن ظهر قلب. قوم من ابر فز من وشي يلا. حاضر شيخي. شبو رسلان؟ ظاهر سافقوا شي عصاية مثل عوايدة؟ خرجوا ويضرب، خليه يتعلم. المهم هلا ما بدك تروح تبارك لأبو صالح وتهنيه بابنه؟ ليش شبو ابنه؟ جواز؟ لا، بس قال تخرج من الجامعة، أخذ الإيسانس. هلا شهادة الجامعة صار بدها تهاني وتبريكات أنت الثانية؟ أكيد أبو صالح لوحت معه. يعني يلي بفهمه أنا إنه الواحد بيفتح بيته لما بيجوز ابنه، لما بيطهره، لما بيرجع من الحج بالسلامة، أو لما بيترشح على الانتخابات، مو لما بيتخرج ابنه من الجامعة. يعني شو هالشغلة المهمة؟ إن شاء الله بكرة كل ما تخرج يفصعون من الجامعة بدهم يعملوا له بالضيعة طنة ورنة. وقال إيش؟ إيش قال؟ قال بده يفتحوا له المضافات ويستقبلوا ويودعوا ويعلقوا لي شقفة هالورقة يلي اسمها شهادة على الحيطان. اطخينة اطخينة كتير يا أم صفية. شو هالحكي؟ هلأ اطخينة رفيعة، ما اختلفنا. كمان يعني مو حلوة إنه نطنش وما نروح بالمرة. لا حلوة وستين حلوة. وشو درس بالجامعة دخيلك؟ درس أدب عربي. بقص ايدي وبحطها تحت باطك اذا كان بيعرف اخوات كان من اخوات كيفما. مرحبا ادب عربي. بس قالوا عنه انه شاطر كتير وطلع الخامس على رفقاته. صالح طلع الخامس؟ شلون صارت هي بقى؟ طول عمره الدب العربي. شو نسيتي انه انا اللي كنت علمه هون بالضيعة؟ بقى ايمتى صار شاطر هذا؟ ما بعرف، هيك قالوا. أنا بقول لك بالظاهر كل يلي تخرجوا معه خمسة قام تفالح الأفندي وطلع الخامس عليهم. معروفة الشغلة. يضرب يضرب. مبروك التخرج. الله يبارك فيك يا صفية، عقبال عندك. مني لسه أنا مطولة، قدامي سنتين. أي صالح، شو مشاريعك هلأ؟ بدي روح أتغدى. ما عم بحكي عن اليوم، عم أحكي عن المستقبل. أنا ما عندي غير مشروع واحد بس يا صفية. شو هو؟ انت يا ترى اذا رحت طلبتك من ابوك الشيخ مرزوق رح يوافق؟ وليش لحتى ما يرضى؟ شو ناقصك يعني؟ هاي ما شاء الله صار معك شهاده. صحيح، بس المره الماضيه لما رحت طلبتك اخذت معي شهاده البكالوريا، قام قال لي ان شاء الله نفكر شهاده البكالوريا هي شهاده، هي ما بتعادل الابتدائي على ايامنا. بس هلا الوضع اختلف، هلا صار معك ليسانس. انا خايف هالليسانس ما يعادل السرتفيكة على حسابات ابوكي. لا، ودائما بيقول لي شذور الذهب، والوسيط اللي عم تدرسوه بسنه رابعه جامعه كانوا يدرسونا اياه بالصفوف الابتدائي على ايام الشيخ الكتاب. يعني معقول الشهاده الجامعيه ما تعبي عينه؟ شو بيعرفني ابوكي وانت ادرى فيه يا صفيه. ما بقى الا يطلب مني شهاده من السوربون كاني انا عم بخطب مي زياده من طه حسين يا صفيه. هلا لا تحكي زياده، جرب واحكي مع ابي بالاول، وبعدين لكل حادث حديث. ومثل ما بتعرف يا شيخنا، صالح تخرج هالسنة من الجامعة وصار معه شهادة ليسانس بالأدب العربي. لا، أخذت الشهادة بعدين. ألف مبروك. يبارك فيك يا شيخنا. وإن شاء الله تعلمت منيح في الجامعة. الحمد لله ماشي الحال. أنت بتعرفني يا أبو صالح، أنا أهم شيء عندي العلم.
أنا رجل دين وعلم، وكل شباب هالضيعة متخرجين من تحت يدي، وبصراحة أنا ما بدي أخذ لبنتي غير شاب متعلم وفهمان، بس مو أي علم، مو أي علم، لا، علم عن علم بيفرق. عفواً يعني العلم ما بينقاس عندي بالشهادات، لأنه شهادات هالأيام حبر على ورق. نعم، حبر على ورق ما بتعبي العين منوب. وقال شو؟ إيش قال؟ قال عم يتخرجوا من الجامعة أجلك مو فهمانين الطمسة من الخمسة، مو فهمانين الذبابة من ذكرها. مو الكل، مو الكل طبعاً، بس أيام بتلاقي واحد حامل شهادة طب طويلة عريضة وبيكتب لك على الأرمة 5-6 اختصاصات، وهو ما بيعرف الفرق بين دواء السعلة وزيت الخروع. وأيام بتلاقي واحد معه شهادة بهندسة الميكانيك ما بيعرف يفك برغي، وفي مهندسين كهرباء ما بيعرفوا يركبوا جرس. لك ليش عم ياكلوا جماعتك؟ ما قلت لك عازمهم على المشاوي؟ They are inviting you to the dinner. Thank you. I think we have enough. ها؟ Thank you. شكرا لك مشعل، ما بدهم. جايبين معهم اكل الان. شو شكرا وما شكرا؟ تفضلوا حبايبي، تفضلوا. ذوقوا. تفضلوا. يسلموا ايديك. اوه حامي حامي حامي. عطيهم عطيهم. لحم لحم. بس هي اللي هي ما معلش ما بنحبها. لك بالعكس ها. الله. ان شاء الله الف صحة. اوكي. هذا الاكل اللي امر فيه ربنا. مو السندويش اللي ما بشبع عصفور. اتركن هلا ابو مشعال. تعال شوف اللحمة راح تحترق يا زلمة. Hey, it's such a beautiful river. Why do you throw the garbage away? شو عم يقول هذا استاذك؟ كل عم يسبنا ها؟ لا اخي ما عم يسبك، عم يقول لك هذا نهر حلو كثير، مو حاويه زباله. شو فيها نهر وماشي، شو بده يصير له يعني؟ لك يا سيدي حط بالخرج، الكل عم يكب فيه ولساته ماشي. له يلا يا جماعه انا خلصت شوي ها؟ والصفره جاهزه يلا. يلا يلا يا كريم. يلا تفضلوا. تفضلوا 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 تفضلوا. ايت ايت. ثانكس يا فول. ثانك يو. عم بيقولوا لك شبعوا انتفخوا. ايه بتوفروا. يلا شباب شبعوا الجماعه قال. يا عليم الله الاكل اللي معه ما بيكفي ابني الصغير وما بيشبع فيه انه ياكله. يلا تفضلوا تفضلوا. سلموا بالله. شرف حجي. يسلموا. شرف عمي. يسلم الله. لك هلا اتركني البطيخة. لا اله الا الله. طلع من عندك هو. مؤذين على الشوي. الله يبارك على اللحمة، من أفضل اللحمة اللي أكلتها بحياتي. تفضل طال مثل الكون. يلا ها. هي هي هي. هالبندوراية من إيدي دخيلة. أنا انتفخت نفخ، ما عاد فيني آكل ولا لقمة. شو رأيك جيب لك قازوزة خليك تحطيه؟ لا، وأكلوا البطيخ يذهبوا بالداي أصلاً. خد لك التأكيد. فحتين وهنا. بتعرفوا شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالي انزل بهالنار شي نص ساعة، منه ببورة جسمي ومنه بهضم شوي. وانت قلتها. يا كريم.
شو بدك تساوي ابو مشعل؟ بدي انزل على النار اسبح، بدي اسبح شوي شبنا. You shouldn't swim after eating so much. لك شو عم يبربر هاد؟ ولا شيء. عم يقول لك ما بصير تنزل تسبح بعد هالاكل اللي اكلته كله. يا سيدي حط بالخرز كله ماشي. اللي له عمر ما بكينه شده. ايه والله. نسد شيء عمى ايوه نعمل لمة من أهل البناية مشان تصليح بلور الدرج. إيه والله ما بتقصري، بده تصليح هالبلور. حاكم عم يسفقنا الهواء على الطالعة والنازلة بلا بلور. وباعتبار جوزي هو رئيس لجنة البناية فكلفني دور أنا على البيوت ولم من كل بيت 1000 ليرة. يو مو كتير 1000 ليرة؟ هاي دفع على الحساب، بجوزي كلف أكتر. إيه كل البلور مكسر. طيب خلينا نشرب قهوة بالأول وبعدين نحكي بالموضوع. بس ما بقدر أتأخرها، مستعجلة كتير تقبريني. طيب طيب. كل الحق على اولاد التيرمس بيلعبوا فوتبول بمدخل البنايه وبشوطوا الطابه على البلور مثل المجانين ولحقي على تكسير بلور. اذا بدك الحق لازم انت يروس تتكفل كل الكلفه. ليش ما اقترح جوزك هالاقتراح باجتماع اللجنه؟ دخيلك شو بده يقترح ليقترح؟ بنايه كلياتها مشاكل، ما فيها شيء ظابط. المجاري كل يوم والتاني عم تنسطي، والحيطان حيطان الدرج صايره مثل حيطان السجن، منقوره ومحفوره وكلها ذكريات وشخبره. والاسانسير، الاسانسير كل يوم والتاني معطل. ليش ما تخلي البنايه كل بلاطه مكسر؟ بلاطه ايه بلاطه لا. بقى شو بده يقترح يا مكنه؟ شو بده يقترح ليه يقترح؟ يا الله يعينه جوزك على هالعلقه. شو كان بده بشغله اللجنه وجع الراس؟ لك ما بيقولوا لك انه في ناس بتشتري وجع الراس شري؟ ما جوزي متقاعد وبده يتسلى، ما لقى لي غير هي التسلايه. جيب لك المصاري هلا ولا بعد الفواكه؟ لا لا دخيل عينك بلا الفواكه، مستعجله كثير. تركي الطبخه على النار. بلاد ام طيروز مثل الشياطين، بدك مو مخلين شباك بالبنايه يعتب عليهم. اي والله يا اختي، هداك اليوم ابنا الكبير كان بايده نقافه وعم ينقف على الشبابيك، قام لما شافه جوزي نقفوا طياره على خندق رقبته كان جاب اجله، قامت لما شافته ام طيروز صارت تولول وفتحت باجوقه على الرجال وما قلت عليه ستر مغطى. ايه بعرفه لباجوق ام طيروز، حضرنت له حفله قبل هالمره. وانا جوزي يا حسرتي عليه، اله تم ياكل ما له تم يحكي، خصوصي قدام النسوان. عم قلك جمت بأرضه وما عاد عرف شو بده يجاوب، وهي تعدميها إذا فات لسانة لحلقة. وإنتي إن شاء الله سكتتي لها؟ مين قالك سكتت لها؟ ركدت على البلكون وعلقت لك خناقة معها، هي تصرخ وأنا ولول، هي تصرخ وأنا ولول، هيك لحتى التمت البناية كلها. بس اطمني غسلتها تغسيل من فوق لتحت. ما قصرتي فيها. بتعرفي لو كنت أنا محلك كنت عملت نفس الشيء. لك تضرب هديك الساعة اللي شفنا فيها وشها بهالبناية. دخلي والبيت إلها؟ لك منين إلها؟ وردته من جوزها الأولاني. أشري أشري مكوسر شبكي. لا لا دخيلك مستعجلة كتير، دمي عم يفور فوران حاكم. تاركي الطبخة على النار. قليلي من مين ورثت بيتنا أبو طيروز؟ لك أبو طيروز تجوزته بعدين لأنه كانت متجوزة من رجال كبير قبل أبو طيروز، بس الزلمة ما تحمل غلاصتها أكثر من شهرين، طق ومات ورثت منه البيت. وما أجاها منه ولا؟ عم أقول لك ما لحق يعطس. بعدين تجوزت ابو طيروز، جابت منه طيروز وكيروز وتهامه ومشاعل. اما شو هالمشاعل؟ يخرب بيتها شو قردي. هداك اليوم شفت عم تنزحلط على درج البنايه، قلت لها ديري بالك حبيبتي احسن ما توقعي وتنقصف رقبتك. احذري شو جاوبتني. اكيد قالت لك شي كلمه كبيره.
قالت لي شو دخلك وليه؟ قالت لك وليه؟ الله وكيلك هيك قالت لي. ايه الله يكسر ايديك يا ام طيروز على هالترباية. بس مو الحق عليها، الحق على الدلال اللي نصحنا بهالبيت. لما سألناه عن الجيران بالبناية قالنا احسن جيران بكل الحي مو بس بهي البناية، وقعد يمدحنا بام طيروز وعدد لنا محاسنها ومناقبها. وانتو شلون صدقتوه؟ نحن شو بعرفنا بهالشغلة؟ قالنا الدلال يوميتها في جارة كتير كتير ظريفة ساكنة فوقكم واسمها أم طيروز، بس ما قالنا إنه في عندها أربع عفاريت بسم الله الرحمن الرحيم شاقين الأرض وطالعين، وما قالنا إنه رح يضل يدبكوا فوق روسنا ليل ونهار، وما قالنا إنه صاحب البيت بده يبيع بيته هربا من أولاد أم طيروز لأنه رفعوا له السكر للأربعمية والضغط للعشرين. يلا بسيطة بسيطة، اشري بردقانة تانية ام كوثر. لا لا دغيلك مستعجلة، دمع مفور فورا. يو ليش شوفي وراكي؟ لك قلت لك حط الطبقة على النار. ليش مو منوصة تحتها؟ منوصة تحتها، موصي ابو كوثر شق عليها كل شوي. ايه خلص لكن ما في مشكلة. حاكم بدي ذوقك رز بحليب يلي عاملته. شو هالحكي؟ ليش امتى طبختي رز بحليب؟ امبارح وحطيت له ما زهر وقرفة. وطيبة القرفة معه؟ هلا بتذوقي وبتحكمي. دخيل عينك، لحقيني بزبدية رز بحليب لحتى لحق اكلها قبل ما اطلع لعند ام لؤي. ليش لسه بدك تمرقي على ام لؤي؟ من الباب وبس، كلمه ولا تغطاها لاني مستعجله كتير كتير ودمي عم يفور فوران. يلا لكان لجيب لك الرز بحليب. مرحبا اختي ام لؤي. اهلين ام كوثر، اتفضلي فوتي. لا دخيلك مستعجله كتير. او لك فوتي، شو بدنا نحكي على الباب؟ مين في عندك؟ ما في حدا، فوتي يلا. شو حاطة الغدا؟ لكون قطعتك عن غداك ام لؤي. يا لطيف يا لطيف، حماتك شو متحبك. حطيت الغدا وقاعدة عم بنتظر ابو لؤي لحتى نتغدى سوا. ليش وينه اخي ابو لؤي؟ اتصل فيني قبل شوي وقال مو قدران يجي. لسه ما سكرت السماعة من هون رنيت الجرس. انتي من هون؟ شوفي النصيب شوفي، مع اني ما كنت ناوي يفوت منوب منوب، كنت ناوي احكي معك على الباب كلمتين ورد غطاهن لاني كتير كتير مستعجلة. حاطة الطبخة على النار. يو انتي دائما هيك مستعجلة. ايه شو بدي ساوي؟ على طول مشغولة، مو ميت بطيخة حاملة بايدي. صحيح قبل ما انسى ام لؤي، بدنا منكم 1000 ليرة للجنة البناية. يو ولشو ال1000 ليرة؟ بدنا نصلح بلور البناية، مو ولاد ام طيروز يقبروا قلبي، نازلين بالبلور السفق رعى ليل ونهار. دخلك؟ ام طيروز دفعت؟ ايه، وما لقيت غير ام طيروز تدفع؟ يو يضرب المشرشح وقليل الذوق يضرب، هاد عواض ما صلح بلور البناية كله على حسابها. ييه كتير لا بقلة تسكن ببنايات وتعيش بين عالم وناس. قال لا بقلة الشوحة مرجوحة ولا أبو بريس بقاب. دخليك إن شاء الله عجبك الكباب هندي. كتير طيب، يسلموا إيديكي. ها هذا الكباب هندي مو كباب هندي تبع أم طيروز. إيش أكلتي عندك كباب هندي؟ لك يا ريتني ما أكلت. الله وكيلك علقت اللقمة هون بنص المري وما عادت ترضى تنزل لمعدتي. خليني اسكب لك رز. لا لا تقبليني كتير مستعجلة، قلت لحالي بسلت هاللقمة وبمشي. يعني ما قلت تمشي قبل ما تشبعي؟ حسبت عليك يا عزيمة ونحسبت. خليني اسكب لك. تقبريني هلا بيستعوني يا ابو كوثر. ايه قومي دقي له تليفون. ماشي. الو مرحبا ابو كوثر. لا ايوه شو تاخرت؟ ايه ما صار لي 10 دقائق طالعه من البيت. عم تحرك الطبخه كل نص ساعه مثل ما وصيتك. ايه منيح. لا لا ماني مطوله، 5 دقائق بالكتير بكون عندك. ايه وينك ابو كوثر؟ بعد نص ساعه طفي تحت الطبخه، اوعك تنسى. ايه منيح. عاوز شي؟ يلا الله معك. ايه ان شاء الله جهزتي لي المصاري اختي ام لؤي. هلا بس يجي ابو لؤي بقول له. معناتها برجع لعندك بكره ان شاء الله. سفره دايمه. صحتين وهنا. ولك عدي وين رايحه؟ صدقيني مستعجله كتير. قعدي اشربي شاي. شو انت ما بتشربي شاي بعد الغداء؟ بلا بشرب بس مستعجله كتير وحاطه الطبخه على النار. ايه خلص لكان رح حط الشاي على النار. وينك ام لؤي؟ دخيل عينك حطي لي عودين قرفه بالابريق، بحب كتير الشاي بالقرفه انا وخصوصي بعد الغداء. ايه تكرم عينك. مرحبا
مرحبا فيروز، كيفك؟ كيف جرام كوثر؟ شلون كيف جرى؟ دائما بسأل عني. تفضلي فوتي. لا دخيل عينك، مستعجلة كثير، حاطة الطبخة على النار ما بقدر أطول عندك ها. إي والله ما بصير، تفضلي فوتي. الله وكيلك، انبحت عليهم وصرخت بوشهم، قلت لهم ولاد أم طيروز ما دخلهم منوب. ولاد أم طيروز شبعانين ترباية وأدب. يا أهلا وسهلا، أهلين وسهلين ومرحبتين، اتفضلوا، هاي طاولتكم المفضلة. محجوزة دائما، يعني ما بيسترجي الطير الطاير يقعد عليها. يا الله. شو؟ شايف الشغل قليل؟ أي والله قليل، سيدي ما حمل الموسم لسه، بعدين يبدو إنه الناس ما عاد معها مصاري كتير لتفوت على المطاعم. ومن ناحية تانية المطعم لساته جديد، يعني الناس لسه ما تعودت عليه. إيه هيك ها؟ هلا رقعتها، هيك الناس بتحكي. شو قصتك أنت؟ لهلا ما أخذ شعار؟ أنو شعار؟ شعارنا، شعار شعبة التراخيص والمنشآت. ليش أنتو كمان لكم شعار؟ ليش شو ناقصين لحنا؟ لحنا مو دائرة حكومية مثلنا مثل باقي الخلق؟ مبلا ولو، البركة فيكم، بس يعني سؤالي إنه ضروري يكون لكل دائرة رسمية أو حكومية شعار؟ شبان أبو حمدي، كتراني أسئلتك اليوم، ناولوا الشعار، ناولوا خلصني. إيه والله، يسلموا الإيدين. آه، شعار متقن فعلاً، متقن. ويا ترى هذا ببلاش؟ شو قصتك اليوم أبو حمدي؟ شايفك عم تشتغل فينا. أعوذ بالله، شو اشتغل فيكم؟ بس يعني لك يا أبو حمدي، هذا الشعار إذا بدك تقدره بمصاري ما بيتقدر بثمن. مو هيك يا سيدي؟ وأنا هيك عم قول، لأنه قيمته معنوية هاد. هلا بلشت تفهم، لحنا ما حطينا له سعر، بقى شو بيطلع من خاطرك؟ عطينا. بكفي 2000 ليرة؟ اعملهم ثلاثة. على عيني وراسي، تكرم. عطيه فيهم وصل. سيدي ما بدها وصل. شو تتغدوا؟ لا بلا أبو حمدي، الأستاذنا مكركبين من غدا مبارح. ايه نحن اولاد اليوم، دخيلك، شو بدنا بمبارح؟ يا سعيد امور معلم، ركز لنا طاولة على كيفك الله يرضى عليك. شو رأيكم تذوقوا الكباب الأرمنازي؟ أرمنازي، فرشة بصل تحت منه بقى سيدي. ليش لا؟ مندوق ما فيها خسارة. عظيم، خذ يا سعيد الشعار الله يرضى عليك، حطه مع جنب. حاضر معلم. ولك احمله منيح، العمى ضربك بالإيدتين لك ابني. حاضر. وينك ابو حمدي؟ نعم. هذا الشعار لازم تنطفوه كل يوم، تمسحوا عنه الغبره، وكل اسبوع تعملوا له ليفه، سمعت مني يا ولد؟ حاضر سيدي حاضر. لك اوعى يوقع من ايدك لك ابني، ضمه على صدرك منيح، ايوه هيك منيح، يلا انصرف لشوف. ايه سيدي طمنوني، ان شاء الله عجبكم الكباب الارمنازي. ممتاز كثير، بس بدي اقول لك معك رخصه فيه. ليش بده رخصه؟ ليكو الثاني ليكو. ولك حبيبي كل شيء بهالمطعم بده رخصه، لحنا ليش واعدين لكان؟ فاتحين شعبه طويله عريضه فيها 40 موظف و20 عنصر وسبع سيارات وشعار. معلش بجوز ما بيعرف. شوف اخي ابو حمدي، انت هلا بدك تقدم لنا بيان بالكلفه مع عينه، يعني بتشوف قديش بكلف السيخ ونحنا منسعر لك اياه. ايوه بسيطه مو مشكله، بس صدقني ما كنت عارفان انه ترخيص الكباب من عندكم. تراخيصك كلها من عنا، لحنا مسؤولين عن كل شيء بهالمنشا حتى الامن. انو امن؟ يلي قصده الزميل انه امن هالمحل هاد من صلب اختصاصنا. شوف حبيبي، يعني اي مشكله تتعرض لها بهالمنشأة هي ما عليك إلا أن ترفع السماعة وتطلبنا، وقبل ما تسكر السماعة منكون عندك. سيدنا بتحبوا تشربوا أراجيل بعد الأكل؟ صحيح ذكرتني، على ذكر الأراجيل أنتوا جبتوا موافقة شيء؟ لا والله عم بشتغل فيها، مالي نسيانها. انتبه ها، موافقة المعسل لحال والتنباك لحال. شو الحكي؟ أنا فكري كل هالشغلات رخصة واحدة. لا عمي لا، كل شيء لحال. يرضى عليك، قلي لك ابني وين حطيت الشعار؟ على مكتب معلمي ابو حمدي. ولك يا ابني هذا اسمه استهتار، شعار شعبتنا ما بنحط هون ابدا. لك ليش هيك يا سعيد؟ ليش هيك؟ انه حدا بيعمل عملتك انت الثاني. سيدي انتم ما قلتوا لي وين لازم حطه. شو ابو حمدي؟ كل شيء الا الشغله يرضى عليك،
الكباب الأرمنازي بيناتنا لحال والشعار لحال، احترامه من احترامنا وهيبته من هيبتنا. فهمت شو عم بقلك ولا لا؟ خلاص خلاص على عيني ولا يهمك. روح سعيد علق الشعار بصدر المحل وجيب أراجيل للشباب. حاضر معلم. نحن عم نحكي الحكي مشانك يا أبو حمدي، نحن بدنا مصلحتك. قلو قلو ليش سلخنا مطعم الجسر ضبط من كعب الدست وكنا رح نختم له يا بالشمل الأحمر. قلو قلو ليش يا ترى؟ لقطنا لاحش الشعار تحت الطاولة وكل فكره ما رح نشوفه. لا 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 لا، حدا بيعمل عملته؟ الله يصلحه ويهديه إنه حدا بيعمل هالعملة تحت الطاولة. شرف معي إذا تريد. لو بدي شرفك؟ لوين يعني؟ عشيرته؟ لعنا على الشعبي. حط لي الكلام شبيد وحسن ما يهرب. لو بدي يهرب؟ بعدين مين حضرتك؟ وأنا شو عامل؟ هلا بتعرف مين حضرتي. شرف. مشان الله دخيلكم، طولوا بالكم شوي، لا تفضحونا مشان سمعة المحل. الله يخلينا ياك. لو كنت حريص على سمعة محلك كنت ما تحركت خطوة واحدة بدون ما تغطي حالك بتراخيص نظامية. شو فكرك الشغلة فلتانة؟ خلاص أبو شباب الله يخلي لي إياك، دخيلك ولا فضايح، منصلح الوضع. من بكرة بقدم له طلب، قسما بالله بقدم له إذن عمل، بس اتركه يكمل وصلته هلأ. معلش ليك ارتعب المسكين. شحطوه على السيارة، فات الأوان يا أبو حمدي. طولوا بالكم يا جماعة. يا أخ يا حباب إذا بتريد. يا أخونا لحظة بس لنتفاهم. الله يخليك في كلمتين. طيب يا اخي هالجماعه هالناس هي اللي قاعده مشان تسمع المطرب، شو ذنبها؟ الله يخلي لي اياك. والله احنا ما لنا علاقه، دبر راسك يا ابو حمدي. شلون بدي دبر راسي؟ شلون بدي دبر راسي؟ ربطوا لي ايدي. الله يخلي لي اياك. اسمع ابو حمدي. نعم. انت ما بتهون علي، قد ما كان في بيناتنا خبز وكباب ارمنازي. مو هيك ارمنازي؟ في معنى واحد من الشباب صوته جبلي وقوي، بيقدح مواويل وعتابه وصوته من احف راسه، شو رايك؟ أنا واحد منهم. هلأ هذا بده يغني؟ إيه ليش لا؟ يلي عم بيغنوا أحسن منه؟ لا ما قلنا شي، كل الناس خير وبركة، بس هذا وشه مو سياحي أبداً، مو سياحي يا جماعة. شو الحكي؟ هذا وش وش وائل كفوري وش؟ إيه نحن حبينا نخدمك تصطفل. خسرتني.